مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من نبض بيروت، ومنعتذر عن هذا التأخير لأسباب تقنية خارجة عن إرادتنا، لأنه بطبيعة الحال ضيفي مش موجود معي بالاستديو، ولكن افتراضيا سنلتقي عبر التقنيات مباشرة. بينضم لي هلأ الدكتور عبد الباري عطوان، مدير تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية، اللي بينطرك دكتور من حلقة لحلقة. يمكن مش هيك صار هالتأخير لتشويق اللي ناطريننا. مساء الخير واهلا وسهلا. مساء الخير، بغاروا منك يا ناتالي. اقولك هيك دكتور، يعني عم نبلشها بضحكه احلى ما نضطر نتحسر على الواقع، او بالعكس اللي شايفه عم بصير بالمنطقه بيوحي بانتصار مرتقب للجبهة العربية، إذا فينا نقول فلسطينية لبنانية، لأنه أكثر جهتين منخرطين بما يحصل بالمنطقة، خاصة بعد اللي صار امبارح والخوف من توسيع رقعة الحرب واشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية بعد هذا العدوان الموسع تحديدا بالنبطية. يا سيدتي، فعلا الآن الشعبان اللبناني والفلسطيني بيسطروا ملاحم كبيرة جدا في التاريخ، تاريخ المنطقة وتاريخ العالم. يعني اللي حصل امبارح هاي انه المقاومة تقصف اللي هي مدينة صفد على بعد 25 كيلومتر من الحدود اللبنانية، ان تقصفها لأول مرة منذ بدء الصراع في غزة، تقصفها بصواريخ فلسطينية دقيقة. هذا لم يحصل، وتصيب أهدافها وتصيب قاعدة عسكرية إسرائيلية. يا سيدتي، هذه العشر صواريخ اللي فشلت القبب الحديدية في اعتراضها وانطلقت من جنوب لبنان، هذه عملت حالة قزعرينة في أوساط الإسرائيليين والأمريكان والغرب، حتى البعض العرب أيضا، لأنه ما كانوا يتوقعوا انه يعني حزب الله يضع كل ثقته او كل ثقله في هذه الحرب، وخاصة ان هذه الصواريخ اللي قتلت مجندة واصابت ثمانية اخرين، ويعتقد انه يعني حالتهم خطيرة جدا. نعم، يعني انه ان يتزامن هذا في الوقت اللي بتهدد فيه اسرائيل باجتياح قطاع غزه، باجتياح مدينه رفح على وجه التحديد، والعالم كله يحذرها ولا ما ويولولوا لا ما تقتحميش، بصير مجازر، بصير كوارث. لكن بعد ما سقطت هذه الصواريخ على صفد، وصفد مدينة كبرى في دولة الاحتلال صحيح. بالمناسبة، يعني بعد ما سقطت سكتوا، بطلوا يحكوا على اجتياح مدينة رفح، لأنهم عارفين هذا انذار لهم، إذا بتجتاحوا مدينة رفح هذه الحالة إحنا سنرد. وهي عشر صواريخ مجرد بس عربون صغير هيك، يعني مقدمة صغيرة، يعني هذه فاتح شهية، رسالة رسالة تحذير مما قد يوسع الأمر. طيب بس هون فينا نقول يعني تحولت مشاركة حزب الله من مساندة لغزة إلى مشاركة مباشرة. نعم، الآن يعني حزب الله وضع كل ثقله في الحرب. في الأول كانت مناوشات، كانت حرب استنزاف، كانت صواريخ كاتيوشا بعدها قصير، يعني مش يعني 5 ميل أو 6 ميل، لكن الآن لا، الآن هاي زي ما تفضلتي ست ناتالي، هذه رسالة قوية جدا، رسالة لأمريكا، رسالة لإسرائيل، رسالة للعرب المستسلمين أيضا، إنه إحنا بنحذركم تجتاحوا مدينة رفح، ترتكبوا حرب إبادة، حرب تطهير عرقي، إحنا كمان جاهزين. السيد حسن نصر الله في خطابه اللي ألقاه يوم الثلاث اللي فات او الخطاب الاخير، ايش قال؟ قال بالحرف الواحد، قال السيد نصر الله بالحرف الواحد، بدكم توسعوا الحرب؟ احنا بنوسعها، ما عندنا مشكله، انتوا اللي كنتوا تقولوا بدناش نوسع هاي الحرب، لكن بدكم توسعوها؟ اهلا وسهلا، انه عندكم 100,000 نازح الان اسرائيلي، طيب خليهم مليونين وبنخليهم مليون، يعني بكل وضوح كان هذا الكلام صحيح، كان وضوح جدا وقبل هاي الصواريخ. هذا يعني انه سماحه السيد حسن نصر الله كان يعرف ما يخطط له الحزب، ما تخطط له الجناح العسكري للحزب، وفعلا كانت مقدمه وكانت تحذير. ويعني يعني انا شخصيا والله لم اتفاجأ
بهذه الصواريخ، لاني انا حسب لما شفت الخطاب وتابعته توقعت شو رح يكون يلي. نعم توقعت ولسه كمان اعتقد، ولا في خطاب بكره واعتقد بعده حيكون كمان اذا ما بكره مخصص اكثر للامور الداخليه اللبنانيه يمكن المعقده اكثر، ما بعرف ايش ممكن نتوقع ما سيحدث من بعدها، ولكن كل الامور مرتبطه. هل ممكن القول ان الرد من اسرائيل لتستدرج الحزب اكثر، ولكن رد الحزب وكأن بالمناسب والمطلوب إلى حينه من دون تحديد الطريقة ولا التوقيت حتى؟ يا سيدتي يعني هاي الصواريخ زي ما حكينا هاي فاتحة شهية، لسه هم بيقولوا بهددوا أنه إحنا سنعتدي على لبنان، لا أنه حزب الله لازم يروح بعد شمال نهر الليطاني، وقال السيد في خطابه لا والله أنه يجي النهر للحدود أسهل بكثير من أن تروح حزب الله لما بعد هذا النهر، وكانت هذه ملاحظة دقيقة جدا وقوية جدا في الخطاب. طيب الآن هاي الرسالة إيش بتقول؟ بدكم تضربوا لبنان؟ إحنا جاهزين، إحنا يعني إحنا عندنا 150 ألف صاروخ، وهي معظمها صواريخ دقيقة وباليستية، فيعني بتهددونا بتضرب بيروت أو بتضرب الضاحية الجنوبية، طيب أهلا وسهلا، هاي ضربنا لكم صفت. واللي وأول مرة في التاريخ، في تاريخ الصراع يعني من 75 سنة بيسقط صاروخ على صفت، يعني هذا اختيار دقيق جدا، إنه هذه صفت كانت دائما آمنة، يعني طلعت صواريخ وصلت لتل أبيب، وصلت لحيفا، وصلت للقدس المحتلة، لكن صفد كانت دائما مدينة آمنة جدا. فهذا يعني اللي من اختار قصف صفد كان يعرف حجم الضرر وحجم الهلع اللي بده يصير في أوساط الإسرائيليين في حالة لو سقط صاروخ على هذه المدينة الآمنة، وهي بالمناسبة هي مسقط رأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعني إن شاء الله ما يزعل عليه. لا بدنا نسمع حسه بالأول بعدين منعلق. دكتور فينا نشبك التطورات ببعضها، يعني الثلاثة كان في خطاب للسيد، الثلاثة كمان كان في اجتماع أمني رباعي عقد بمصر وفشل إذا فينا نقول، شفنا هذه الصواريخ مثل ما قلت من بعد 75 سنة على منطقة آمنة، شفنا الرد بجنوب لبنان، شو ممكن نستنتج؟ أنه المفاوضات دفنت، مفاوضات التقدم نحو التهدئة دفنت، وصرنا بمرحلة خطرة مشتعلة؟ نعم يا سيدتي، أولا عدة نقاط. النقطة الأولى والرئيسية أن الذي ذهب إلى القاهرة هو السيد خليل الحية وليس السيد إسماعيل هنية، هذه نقطة صح. مهمة جدا أي ناحية مهمة جدا، نوضح للرأي العام. خليل الحية قريب جدا من السنوار في قطاع غزة، يعني هذه مسألة كثير مهمة. الأمر الثاني أنه هو يميل أكثر إلى الجناح المتشدد داخل حركة حماس، وهذا التعليمات كانت واضحة جدا أنه إحنا لن نتنازل مطلقا كحركة حماس وكحركات مقاومة الجهاد الإسلامي، لن نتنازل عن الشرطين الأساسيين. الشرط الأول هو وقت كامل لإطلاق النار، والشرط ودائم، يعني كامل ودائم. الأمر الثاني هو انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد ذلك نتفاوض على القضايا الأخرى اللي هي التبادل الأسرى، اللي هو إعادة الإعمار، كل القضايا الأخرى بتيجي بعد هيك. فهذا هو الرسالة، عشان هيك انهار اتفاق أو اجتماع القاهرة. اجتماع القاهرة كان استكمال لاجتماع باريس لرؤساء المخابرات، أجل رؤساء المخابرات صحيح. اعتقدوا أنه حماس يعني ستسارع وتقدم تنازلات، لا، حماس لم تسارع على الإطلاق، وكانوا بيعتقدوا نتنياهو أنه بالتهديد باجتياح رفح هذه الحالة أنه حماس تخاف وترتعب وتقول طب طب لا ملاش تخصفوا رفح، لا احنا مستعدين نقدم تنازلات. ما حصلت هذه الخدعة، لم تنطلي مطلقا على قيادة حماس في قطاع غزة، ولهذا انفض الاجتماع دون التوصل الى اي اتفاق، والان هم في حيس بيس مش عارفين ايش بدهم يعملوا. صاروا يحكوا الان عن والله بدنا حكومة تكنوقراط لغزة والضفة، والله بدنا إصلاحات، والله بدنا بنعمل بناء الدولة الفلسطينية وبعدين تيجي الدولة. كذابين، ولا بدهم دولة فلسطينية ولا بدهم شيء، بدهم إنقاذ إسرائيل. يا ست نتالي، حتى هذه اللحظة
لم يتلفظ اللي هو بايدن بكلمة وقف إطلاق النار أبدا. صحيح. حتى الآن يؤيد المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. وشو قصة المسار بمطالبة العودة لمسألة حل الدولتين والمسار التسوية الشامل اللي يحكى عنه وأنه الانطلاق للحل من التسوية بغزة؟ يا سيدتي كله كذب. يعني خلينا كذب؟ نرجع طبعا وتضليل. خلينا نرجع يعني ما هو بقول لك يعني اللي بعيد المجرب عقله مخرب. يعني بمعنى طب ما احنا جربنا يعني عام 2004 لما كانت الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية وكانت ناجحة جدا 4 سنوات من عام 2000 لعام 2004 وإسرائيل كانت في حالة يرثى لها يعني أصعب من الحالة اللي كانت الآن. طلعوا وضحكوا علينا قالوا والله لا نعمل لجنة رباعية ونعمل أنه خريطة طريق للوصول إلى الدولة الفلسطينية ولكم علينا يا فلسطينيين بس سنتين أعطونا سنتين وإحنا نعملكم دولة. وجابوا سلام فياض الدكتور سلام فياض من البنك الدولي وقالوا له تفضل رئيس وزراء فرضوه على محمود عباس كرئيس وزراء على أساس أنه يعمل اللي هي البنى التحتية للدولة الفلسطينية. وأذكر أنه في نفس الفترة أوباما قال بأنه إحنا خلص يعني احنا الاجتماع القادم للجمعيه العامه للامم المتحده ستكون اسرائيل ستكون فلسطين عضو فيها وفي دوله فلسطينيه مستقله. ولا شيء. سكتوا الانتفاضه نزعوا سلاح الانتفاضه ولم يحصل شيء على الاطلاق. يعني هاي هي الحقيقه اللي احنا لازم احنا نسلم فيها. يعني استمرت الحرب يعني بعد وفاه حتى ياسر عرفات على امل انهم يعملوا دوله ما عمل. الآن نفس السيناريو بيطبقوا إنه في دولة فلسطينية مستقلة. يعني ما تكون ذاكرتنا ضعيفة واللي جربناه مع الإسرائيلي ومع كل دول الغرب والوعود وحل الدولتين منه طرح جديد. تكرار هذه المعزوفة مش يعني تصدق الأطراف. ولكن هل هذا سيمنع الدخول بحرب شاملة؟ يعني إلى متى ستبقى إيران تلزم بين مزدوجين حزب الله بعدم الدخول أكثر في هذه الحرب وتوسيعها؟ يا سيدتي يعني إيران تدير المشهد بشكل دقيق جدا وذكي جدا. يعني إيران هي ضحكت على بايدن. يعني ضحكت عليه بمعنى قال لها ما توسعوش الحرب قالت له حاضر ما بنوسع الحرب بس ما عملتش يعني توسيع للحرب في حينها لا اللي هو النفس الطويل. يعني الإيرانيين عندهم نفس طويل وعندهم ضبط نفس غير عادي بمعنى أنه قالوا لي اللي هم حلفائهم في جنوب لبنان والله يا أخي بلاش الصواريخ الدقيقة لا خلينا نتسلم معاهم صواريخ اللي هي الكاتيوشا بلاش اللي وخلينا بلاش نتعمق نضرب تل أبيب وحيفا خلينا على كريات شمونة في المرحلة الحالية. وقالوا حكوا لي حلفائهم في اليمن اتفضلوا صواريخكم عندكم صواريخ مداها 2200 كيلومتر اضربوا لنا إيلات يعني تصدوا لكل السفن الإسرائيلية أولا بعدين السفن اللي تحمل بضائع لإسرائيل وبعدين صحيح. السفن وبعدين السفن الحربية الإسرائيلية الأمريكية السفن الحربية الإسرائيلية. يا ست نتالي بدي أسألك سؤال نعم يعني لو سمحتيني أنت المفروض اللي تسألي بس أنا اللي بدي أسألي نقلب الأدوار عليها دكتور تفضل خلينا يلا خلينا يا سيدتي أنت يعني ما شاء الله صغيرة بس أنا يمكن أكبر منك بشوي بكثير شوي. يا ستي نعطيك كريدي مش مشكلة يا ستي هاي دخيلك يا سيدتي وريني على مدى 75 سنة 100 سنة في دولة في العالم قصفت سفينة حربية أمريكية وريني سمي لي دولة إنه أطلقت صاروخ على سفينة حربية أمريكية حتى بما في ذلك روسيا صح. والصين الدول العظمى لم يكن الهدف لم يفعل ذلك إلا أشقائنا في اليمن هؤلاء الرجال هم اللي ضربوا السفن الأمريكية وما خافوا قلوا أهلا وسهلا يا سيدي احرقوا صنعاء كلها فداء فلسطين فداء غزة احنا مستعدين. هاي بتفيد القضية أم بتأزم الوضع أكثر وبتوسع هيك تشعبات أو إطالة أمد الحلول القريبة؟ يا سيدتي بالعكس هاي الآن بتسرع
ليش بده صار بس بصير يحكوا في عن كذا حلب؟ جبهة يعني بأكثر من طبعا أسف. الان توسعت الجبهات، اليوم صاروخ اللي هو صاروخ صح اللي ضرب صفد هذا توسيع للجبهه، أكيد. الصواريخ اللي ضربت السفن الامريكيه والسفن البريطانيه في البحر الاحمر واغلقت باب المندب وبحر العرب، هذه كمان توسيع لدائره الحرب. يعني هاي انت الان ليش بيحكوا عن دوله فلسطينيه مستقله؟ ما حكوا عن دوله فلسطينيه مستقله الا بعد قصف السفن الامريكيه في البحر الاحمر. قبلها ولا بدهم دولة فلسطينية مستقلة، ولا بدهم حماس، ولا بدهم سلطة، ولا بدهم شيء، اعتقدوا انهم هم سيطروا وانه اسرائيل ضبعت الامة العربية مش بس الفلسطينيين، طلع كذب، لا بالعكس في اذرع قوية للامة العربية الان تتصدى لامريكا ولا اسرائيل ولا بريطانيا ولا اوروبا، وشفتي بسبب هاي الاذرع، بسبب هاي الصواريخ اللي هم انصار الله في اليمن، ايش اللي فرنسا قالت يا عم حلو عني، انا لا بدي اقوم البحر احمر ولا بدي حاجه، اسبانيا ولا دخلت في الحلم اللي اعلنت بريطانيا عنه، حلم ازدهار البحر الاحمر اللي اعلنه بايدن، ولا حدا عبرهم، ولا حدا وقف معاهم، ولا حدا دخل في حلفهم. يعني بس اعطي لك مثل، يعني لما صارت الحرب على العراق عام 2003 في 35 جيش ودوله شاركت في الحرب، شاركت عمليا في الحرب. لما عملوا الحرب على سوريا 75 دوله انضمت لمنظومه اصدقاء سوريا، بعدين لما ليبيا كمان 65 دوله انضمت للحلف وقصف ليبيا، الان مش قادرين يجمعوا 10 دول اللي هو حلف الامريكي الجديد في البحر الاحمر، خايفين ومرعوبين، واليوم بتسكر باب المندب، بكره بتسكر مضيق هرمز، وبعد بكره بتسكر مضيق جبل طارق. هيدي اصلا لها تداعيات اقتصاديه يعني وخسائر نعم كبيره، وعم نشوف يعني تداعيات عم تاثر على كل المنطقه، ولكن على يعني المدراء اذا فينا نقول، او ما يدير اللعبه الاقتصاديه بالعالم. ولكن دكتور يعني تنرجع هيك على تطورات جبهتنا اللبنانيه، الجبهه الجنوبيه من جهتنا والجبهه الشماليه من جهه العدو الاسرائيلي. يعني انتقاء إسرائيل لقادة وانتقاء يعني واغتيالهم، هيدا ما بيفتح التساؤلات عن مدى أن الوضع مكشوف للعدو؟ يا سيدتي يعني شوف الفرق بيننا وبينهم، شوف الفرق في أخلاقنا وأخلاقهم. يعني حزب الله قصف قاعدة عسكرية صحيح. وأصابها بدقة، شوف هم مين بيضربوا، بيقصفوا الكره اللبنانيه امنه، يعني احنا لما ماتت عندهم مجنده، واللي اصيبوا جنود في الجيش الاسرائيلي، لكن بس كمان لما اغتالوا يعني وضربوا احد قاده يعني الرضوان، يعني كمان قديش هي بتخوفهم هذه القوه، كمان غير اكيد المدنيين بالنبطيه اللي عددهم ثلاث ارباعهم نساء واطفال، يعني كمان هون الاجرام بحد ذاته، ولكن الاهداف العسكريه كمان عم بتكون يعني من جهه اسرائيل. نعم، في ما هو اسرائيل الان حقيقه يعني دبور وزن على خراب عشه، يعني انا في تقديري الان هي حتدفع ثمن غالي جدا بسبب هاي الهجمات على المدنيين في جنوب لبنان، يعني بتقتل اطفال، اطفال قتلت اطفال، يعني حزب الله لم يقتل طفلا في تاريخه كله، المقاومه الاسلاميه في لبنان لم تقتل مدنيا على الاطلاق. بس هذا الفرق بين اخلاقنا وبين اخلاقهم، يعني المساله واضحه جدا، هم الان يعني بيقولوا والله بدنا نرد ونرد قاسي، كذابين، خايفين ومرعوبين، عارفين في المره الاولى لما قصفوا الضاحيه الجنوبيه عام 2006 ولبنان وبيروت، لا ما كانش في 150 الف صاروخ، الان في 150 الف صاروخ بدهم يدمروا بيروت. بس تصريحات الجانب الاسرائيلي كانه يراد منها تخويف الشعب اللبناني، وقتها بيقول وزير الدفاع الاسرائيلي انه طائرات سلاح الجو اللي عم بتحلق منذ قليل فوق سماء لبنان تحمل قنابل ثقيله لاهداف بعيده، وانه رح يصعدوا ضد حزب الله بمستوى عشر ما نستطيعه. طب يا ستي صعدوا، يعني طب ما هو كمان حزب الله حيصعد، طب ما هو حزب الله يعني كمان مش حيوقف مكتوب في الايدي، بعدين كمان شوفي انا يعني بفهم كثير على خطابات السيد، يعني مثلا لما حكى انه انتم عندكم 100,000 الان وضجين وبتولولوا وبتعيطوا انه 100,000
وعاملين لكم أزمة، لأنه هذول المئة ألف اللي ترحلوا من شمال فلسطين، من يعني هذول عاملين أزمة لإسرائيل، وأنه قالوا للإسرائيليين إحنا ما بنرجع إلا إذا بعدتوا حزب الله عن الحدود. طب حزب الله وين بتبعد عن الحدود؟ ما هذه حدوده، هاي أرضه. حزب الله مش مستورد أصلاً اللي يعني عم بيستشهدوا هن أبناء هذه المنطقة بالتحديد، هن بيروحوا برا ضياعهم، يمكن قصداً عسكرياً، وهذا اللي عم بيتم تناقله أنه الصفقة أو تسوي أو حتى الورقة الفرنسية. خلينا نكفي بهذا الحديث بعد فاصل أول دكتور، نحكي عن شو عرض على لبنان من الجانب الفرنسي، كيف تم رفض هذا الموضوع، شو ممكن يصير بالأيام المقبلة بعد هذا الفاصل، ونعود مشاهدينا، أبقوا معنا. من جديد مساء الخير مشاهدينا، بنرجع لمتابعة حلقتنا مع ضيفنا الدكتور عبد الباري عطوان، مدير تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية. من جديد مساء الخير دكتور، سنتابع من حيث توقفنا قبل الإعلان، حركة دبلوماسية وأكيد نشاط باتجاه لبنان لعدم توسيع الحرب، ومثل ما ذكرنا من شوي هناك مطالبات غربية بتراجع حزب الله لنجاح التسوية، وبهالإطار حكي عن ورقة فرنسية قدمت للبنان يبدو أنها قوبلت بالرفض، شو عندك معلومات حول هذا الموضوع خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، وتابعت يمكن تغريدة أدي كوهان أنه بعد النبطية رايحين على الدمور ومن بعد الكسليك، يعني تهديد كبير أنه عدوانهم سيشمل كل لبنان. يا سيدي كل هذا تهديد، ما في شيء اسمه فرنسا، في شيء اسمه أمريكا، هذه أمريكا اللي بيحكم أمريكا هو نتنياهو، مش بايدن اللي بيحكم نتنياهو، وكل الحديث عن ماكرون وفرنسا وجهود فرنسا كله كلام فاضي ومضيعة وقت. يعني هم حقيقة دمروا لبنان، يعني لو عندهم نوايا طيبة للبنان ما كان شفناها. طب مين اللي صاحب القرار الرئيسي في لبنان؟ هي السفيرة الأمريكية، هي الإدارة الأمريكية، هي هوكشتاين، هو اللي بيقرر للبنان الآن، ما لا حكومة لبنانية ولا شيء، هم بحاولوا أنهم يفرضوا إرادتهم على لبنان. إحنا عندنا مثل، أنا طبعا خلفيتي فلاحية، يعني أبوي فلاح وجدي وهيك، لا فخر. إحنا بقولوا عندنا المثل، بقول لو بدها تشتي لغيمت، لو بدها تشتي لنقلبت، لو بدها تشتي غيمت، هيك على اللبناني اذا بدك. طيب يا ستي، طب لو هم حريصين على لبنان، طيب هي حزب الله منضبط ما شاء الله، صار له اكثر من 20 سنه ولا بيعمل شيء من 2006 ولا اطلق صاروخ على اسرائيل على الاطلاق، طيب ايش كافأتوه حزب الله على هالانضباط هذا؟ رتبتوا البلد، فرضوا حصار تجويعي على البلد، لا غاز لا ميه لا كهرباء لا مستشفيات لا شيء على الاطلاق. طب ورونا حسن نواياكم، طب يعني خلينا يعني نثق فيكم، ما بالعكس دمروا لبنان، يعني في الوقت اللي كان الحزب منضبط وفي الوقت اللي كان هو يعني يسهل كل خطوات الحكومه وخاصه المفاوضات في حق الكريش وفي حق في البحر المتوسط، ترسيم الحدود على صح ترسيم الحدود طبعا، يعني اعطاهم كل بدهم اياه، قال يا عم احنا ما بدنا نقتل الناطور، احنا بدنا ناكل عنب، بس بعده سلاحه موجود، هيك بيشوفوا انه سلاح يجب ان يكون بيد الدوله فقط حصرا. طبعا ولم يستخدم هذا السلاح ضد الدوله على الاطلاق، ما حصل استخدم ابدا، يعني في ضبط نفس التحالف، يعني تحالفه مع التيار الحر وتحالفه مع الاخرين مع حركه امل، كان تحالف مثمر وتحالف من اجل استقرار لبنان، مش من اجر لبنان، كان ممكن يعني استفزوه اكثر من مره، كان يمكن يجر لبنان لمجازر كبيره وحرب كبيره، كمان حتى في حرب اللي هو طوفان الاقصى، حزب الله كان قمه الانضباط، طبعا مش كل الناس بيتفقوا معاه في هذه القصه، لكن هو للتاريخ كان منضبطا جدا وما وسع الحرب على الاطلاق، طيب يا اخي كافئوها الحزب، كافئوها لبنان اللي ما دخل في الحرب، طيب هاي اربع شهور ايش عملتوا؟ يعني خففتوا الحصار على الاقل، ما خففوا الحصار على الاطلاق، يعني زبطتوا الليره، بخيتوا مساعدات للبنان، ابدا، يعني تجويع لبنان حتى الموت، ويجي هوكشتاين انه والله بدنا نرسم الحدود الارضيه، طيب يا سيدي ما رسمنا لكم الحدود البحريه، وين غازنا؟ وين نفطنا؟ ايش اعطيتونا؟ ولا شيء على الاطلاق، وانا خايف، وانا اللي خايف، وانا مش خبير يعني في الجغرافيا يعني والنفط،
يعني لكن انا اللي خايفه وهذا من حدثي الشخصي. طيب ممكن الان بما تنطب اسرائيل في قصه استغلال الغاز اللبناني والنفط اللبناني انه هاي يشفطوا كل الغاز والنفط اللي على الحدود اللبنانيه او في الجانب الاخر اللبناني، قاعدين بصدروا وبدوا غاز وبصدروا ويا محلاهم. فينا نوضع اطاله امد الحرب بهالاطار، خاصه انه توقفت كل المساعي للبدء بالتنقيب عن النفط ببلدنا بعد ما نجحنا بترسيم الحدود؟ نعم، هم ما بدهم لبنان يوقف على رجليه حقيقة، ما بدهم الشعب اللبناني، هذا شعب منتج، هذا شعب مبدع، ما بدهم إياه يكون في قوي ويكون عنده دولة ويكون عنده اقتصاد ويكون عنده بنوك ويكون عنده أرصدة إطلاقا. هم متسلطين على لبنان وعلى سوريا وعلى بس فيها المقاومة ما تنجر نحو هذه النوايا وتسهل انتخاب رئيس للجمهورية بالبلد ويصير في حال داخلي يتم العمل بعد ذلك للتصدي لكل هذه الأمور. صحيح أنا معاكي، بس يا ست نتلي والله لو صار سهل وصار في رئيس جمهورية بتغير الوضع الحالي؟ والله لا. لن يتغير. بس والله ليش لن لا؟ يتغير بس التمترس وراء مرشح واحد وفي شرخ بين اللبنانيين، انقسام داخلي عمودي، الخارج عم يتفرج علينا، برافو عليهم، خليهم متخانقين والحل بعيد. طب يا ستي بكره انتخبوا رئيس جمهورية، بترفع امريكا الحظر؟ ما بترفعه. بترجع لأمريكا النظام البنكي؟ ما بترجعه. تعطي أمريكا مساعدات، تعطي فرنسا مساعدات للبنانيين إطلاقا. طب ما هي هو اللي هو رئيس الوزراء، ما عنده صلاحيات الرئيس، وإيش بدي إيش قادر يعمل أساسا؟ طب ما كان قبله في رئيس وكان في ميشيل عونراوي رئيس، هل ساعدوه الأمريكان؟ بالعكس بدأت الأزمة. هن ليساعدوه بالداخل بالأول بعدين نطلع على البرة إذا ساعدوه. بس ما ساعدوا نبلش من اهل بيتنا بنرجع بنطلع لبرا. يا ستي يا نتلي ما ساعدوا الرئيس عون وانا شفته اكثر من مره وبديش احكي، يعني ما ساعدوه على الاطلاق، يعني حاصروا لبنان. طب ما كان في رئيس محترم ورئيس جيد ورئيس بفهم ورئيس، والله انا شفته ثلاث مرات جلست معه ثلاث مرات، لكن ما ساعدوه على الاطلاق ابدا. اوكي، وشو اللي بيضمن انه خيار المقاومه بالرئيس انه يتم مساعدته؟ يعني ما هو المشكله الاساسيه انهم هم يعني المقاومه عندها مخاوفها، يعني ما بدها رئيس يكون دميه في ايد امريكا وفي ايد اسرائيل والقصف مستمر على لبنان والقتل على لبنان. طيب بتكفي المحاصره وبتكفي عدم المساعده ومنضل محلنا اذا ما كنا ورا واسوأ. لا انا والله شوفي لو انتخاب، انا بحكي وانا مراقب من برا يعني أكيد. احنا عندنا مثل بقول اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في المية، يعني مثلا بس كصحافي يعني ومراقب واكيد مطلع جدا على الوضع اللبناني. والله يا سيدتي والله لو انتخاب رئيس جمهورية برجع لبنان للرخاء ويجيب له مساعدات ويرفع الحصار عنه، والله انه انا متاكد حزب الله بكره ليقول يا عم جيبوا اي رئيس بدكم اياه وحطوا. والله لكن عارفين انه هذه خدعه امريكيه، ما بدها رئيس، ما بدها على الاطلاق. طب يا سيدي شوف العراق، ايش اللي عملوه الامريكان في العراق؟ هي العراق يعني امريكا حطت 6 مليار دولار في العراق، 6 تريليون دولار في العراق، اسف، خسائرها في العراق. فشوف ايش اللي بصير، كيف العراق بعد 20 سنه من الغزو الامريكي والاحتلال، قالوا بدهم يعملوا عراق نموذجي، يكون احنا والله مره في برنامج في البي بي سي وقالوا لي والله بكره حتشوفوا كيف العراق، حتحزنوا العراقيين على النعمه اللي حتكونوا فيها بعد هذا غزو العراق واحتلاله، قلنا لهم والله انه حتدمروا العراق ولن يكون العراق مستقرا وامنا بعد هذا الغزو، هي النتيجه بعد 20 سنه ايش اللي صار؟ شوف العراق كيف وضعه. طيب العراق ايش عمل لامريكا؟ والحكومه العراقيه طيب هاي طيب اوكي يعني اذا هلا متاكدين شو ناطرين؟ يعني شو رح يصير ليغير وتكون النتيجه لصالح المنطقه او دول المنطقه سواء فلسطين سواء لبنان سواء سوريا، اذا هالقد مسلمين بانه السيطره الامريكيه والاراده الامريكيه اللي مدعومه او هي بتدعم اسرائيل عم تحصل على اللي بدها، يعني عارفين النتيجه بلا ما ينتعب قلبنا. والله يا سيدتي انا هذا رايي، ما بعرف يعني انا رايي وانا حر فيه، وانتم عندكم ما شاء الله سقف حريه عالي. اهلا وسهلا، تفضل.
والله يا ست نتالي، اليوم هاي صاروخ، هاي صفد هز أمريكا وهز إسرائيل وهز العالم الغربي. والله كمان صاروخ ولا اثنين على حيفا ولا تل أبيب، والله لا يقولوا للبنان إيش بدك يا لبنانيين، تعالوا أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بكم، إحنا بدنا نجيب لكم رئيس، واللي بدنا نجيب لكم رئيس وزراء. رايح المسار هيك برأيك؟ والله هيك رايح المسار، وحتشوفي وان شاء الله نطلع معك في يعني طبعا مش بكره ولا بعد بكره، بدها وقت المساله. يعني فالمساله حقيقه هؤلاء الناس ما بيفهموا الا بالقوه حقيقه. شفتي في الاول كيف كانوا يحكوا حماس ودوله بعد حماس ومش عارف ايش وانهاء حكم حماس وسحق حماس، ولا قادرين يسحقوا الصرصور. مش قال هذول كذابين وكل يوم السنوار يا ستي. هذيك اليوم بس فرحانين انهم افرجوا عن اسيرين، تخيلي في 250 اسير عند حماس، انه يعني عم روجه وفيديو نشروه وكانه افراح وابدا انه احنا انتصرنا. ولكم انتصرتوا على اثنين، ولكم في 29 واحد قتلتوهم من الاسرى انتم، وانتم مش قادرين تفرجوا عن حدا. طب اثنين وبعدين بعد اربع خمس شهور افرجتوا عن اثنين وبتعتبروها انتصار، هذا قديش بيكشف قديش هؤلاء ضعفاء، قديش منهارين. فلبنان حقيقه الان انا في تقديري بهذا الموقف القوي والمتصدي للاسرائيليين وللامريكان، حقيقه هو هذا الاسلوب هو اللي حيرجع لبنان لايامه الجميله والاحسن من هيك. بس احنا بدنا كمان اللبنانيين يعني ينظروا لامريكا بالنظره الحقيقيه. هذه امريكا ما بتحبنا، ما بتحبنا كعرب ولا كمسيحيين ولا كمسلمين على الاطلاق. طب شوف اللي عاملينه في سوريا، طب ايش سوريا عملت؟ يعني سوريا ما غزت اسرائيل ولا قصفت اسرائيل ولا عملت شيء ولا قصفت امريكا. شوف اللي عاملينه في الشعب السوري. طيب حتى تشوف في كراهيه، هذول بيكرهونا بيكرهونا وما بيحبونا على الاطلاق، والله بيكرهوا لبنان، كذابين، لا بيحبوا لبنان على الاطلاق، يعني والله ما بيحبوا. بس اكيد قطع العلاقات غير ممكنه، خاصه انه ايران اللي هي على جهه يعني مختلفه جدا لا تزال على مفاوضات مع امريكا، ويحكى ان السعوديه تطلب ضمانه امريكيه ايرانيه لاستكمال التطبيع كشرط لاستكمال التطبيع عبر من بعد ما يصير في تسويه والارتكاز لحل الدولتين. عندك معلومات عن هذا الموضوع؟ طبعا يا ست السعوديه يعني بدها تبني نفسها كدوله عظمى، وهذا حقها، وايران بنت نفسها وتبني نفسها. طب بدي احكي لك حاجه، طب الايرانيين يعني هم بحاربوا لبنان بسبب الايرانيين، وبروحوا بيتفاوضوا مع الايرانيين في سلطنه عمان، وبعدين هيو ما اطلقوا الامريكان صاروخ واحد على ايران. طيب بعدين طيب كمان ايران بيقول لك انه عندها اول ما اجى بلينكن هاي قال بعد ثلاث شهور انه ايران حيكون عندها قنابل نوويه، واحنا صح. لن نسمح ولن نقبل ولا مظبوط ولا لا؟ انت صح. اكيد ذكرتك ما شاء الله عليها، صح. يعني بتنبح نبح. فالمساله يعني انه ما قصفوا ايران، طيب الان وين المفتشين الدوليين اللي بيروحوا يراقبوا المفاعلات النوويه الايرانيه؟ صار لها سنه ما دخلت ايران، صار لها سنه ما عملت فحص على 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 هذه المفاعلات. ايران يعني شو ممكن بالقوة. نفهم من كل هذا المسار؟ نفهم انه كل كلامهم هم بيجوا للبنان انتم خطركم من ايران، طب ما انتم كمان يا امريكان الخطر من مين اللي بيقصف سفنكم في المحيط الهندي؟ مين اللي بيقصف سفنكم وبيخطف سفنكم في بحر العرب؟ ما هذا ايران، طب تفضلوا ردوا على ايران. لما مره اللي هي يعني مسيره واحده خرقت الاجواء الايرانيه اللي هي الهوك هاي، نزلوها على ارتفاع 20 كيلو متر، ردت امريكا؟ ما ردت، خايفين ومرعوبين. طيب حتى لما قالوا انه هذا انصار الله في اليمن هذول بتدعمهم من ايران، خايفين ام البعض يضع ذلك باطار مفاوضات تحت الطاوله والاتفاقات وهيدا المسار اللي راح يصير بالمنطقه نتيجه المفاوضات الامريكيه الايرانيه؟ يا سيدتي اذا كانوا خايفين والله هذا نعمه الله، اذا كان في مفاوضات هذا يعني انهم اذكياء وبيعرفوا كيف يشتغلوا. في الحالتين ايران كسبانه وفي الحالتين امريكا خسرانه، يعني هي المساله. هم بيعرفوا الايرانيين بيعرفوا كيف يلعبوا اوراقهم بشكل جيد وجيد جدا، يعني بحققوا مكاسب. نعم هي الان مثلا يمكن ما حققوش المكاسب هي انه خلوا العراقيين يشتغلوا بالايراني بالامريكان،
خلوا انصار الله اعطوهم ضوء اخضر يشتغلوا بالامريكان. كمان حزب الله الحليف الرئيسي لايران هي كمان اطلق صواريخ دقيقه. الان امريكا في وضع سيء جدا، لو حطينا اثنين ايران من ناحيه وامريكا من ناحيه، ايران الكسبانه. شوفي القواعد الامريكيه في العراق، شوف القواعد الأمريكية في سوريا. الآن أمريكا بتتفاوض عشان تسحب كل قواعدها. شو يعني رح نصير أمام نظام عالمي جديد أو أقليمي بالحد الأدنى من باب التسوية بغزة؟ نعم، هذه غزة حتغير كل النظام الأقليمي الموجود. هذه غزة كيف حيكون شكل هذا النظام برأيك؟ حيكون شكلها أنه بلا نفوذ أمريكي، المنطقة لن يكون فيها النفوذ الأمريكي ولن ستخرج أمريكا من المنطقة كليا؟ مين بحل محلها؟ ولا بتصير دول هالقد حرة من دون هيمنة غربية؟ وليش تحل محلها حدا؟ ليش تيجي امريكا؟ لانه من يوم يوم المنطقه مش عايشه بسلام لحالها، لنكون واقعيين يعني. طبعا بس لا، خلي امريكا تطلع. ما هو مين سبب مين كل سبب الحروب؟ اسرائيل. ومين سبب الحروب؟ امريكا اللي واقفه مع اسرائيل، ما بتشوف الا باسرائيل. يا ست بلينكن لما زار المنطقه اول مره ايش كان؟ كان متبني المشروع الاسرائيلي، كان متبني انه يهجروا الفلسطينيين من قطاع غزه وتستولي اسرائيل على القطاع وعلى غاز القطاع، زي ما بدها تستولي على غاز الدول اللبناني، يستولوا على غاز القطاع ويهجروا الفلسطينيين على سيناء. وفعلا زار دول خليجيه اللي هو بلينكن، واتفقوا على اقامه مدينه خيام لاكثر من 1.5 مليون فلسطيني في مستوطنه يميت اللي اخلوها الاسرائيليين بعد اللي هو الاتفاقات اوسلو واتفاقات اللي هو كامب ديفيد. فهي يعني كل امريكا، سياسه امريكا الان مستنده على حمايه اسرائيل وتنفيذ الطلبات الاسرائيليه. لكن لما اصطدم اللي هو بلينكن في الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين، روح وغير اللي هو استراتيجيته، بطل يحكوا عن اللي هو التهجير القسري للفلسطينيين. هذول ناس الامريكان الان حقيقه بيواجهوا ايامهم الاخيره في منطقه الشرق الاوسط. هذا اللي احنا لازم علينا نركز عليه طول الوقت. امريكا خربت بيت الشرق الاوسط، خربت بيت لبنان، خربت بيت سوريا، خربت بيت العراق، خربت بيت اليمن. وين ما كان راحوا الامريكان تركوا الخراب وراهم، وافغانستان. لكن والله المشهد اللي صار في مطار كابول سيتكرر قريبا، هذا للامريكان طبعا لما هربوا. صحيح. وسيتكرر، حيتكرر في سوريا وحيتكرر في بغداد وحيتكرر في اليمن وفي كل اماكن. امريكا الان حقيقه خسرت كل شيء. كمان هوكنشتاين، يعني سبحان الله. طب يا اخي انت الان بيجي عندكم، خلينا نرجع للموضوع اللبناني. طب انت جاي على بدك ترسيم الحدود. هلا ترقب مؤتمر ميونخ واللقاءات اللي ممكن يعملها الطرف اللبناني مع الباقيين ومن بيناتهم هوكنشتاين اكيد. طيب يا ستي، هوكنشتاين اللي هو هذا يعني الرسول الالهي الرباني اللي خلوه للبنان. بعيد الشبه. ايه. طيب يا ستي، طيب هذا عمل اتفاق ترسيم الحدود البحريه. طيب ايش عطى للبنان؟ الان بقول لك لا، بدنا نرسم الحدود البريه، وبدنا حزب الله يروح بعد مع انه مرسم الحدود البريه فقط للتذكير يعني. طبعا مرسمه، الحدود مرسمه، لكن هم بيكسبوا وقت. هم بدهم، شوفي، طالما في مقاومه في على ارض لبنان ما بدهم لبنان يستقر. طيب ما فيش مقاومه على ارض سوريا، طيب ليش بدكوش سوريا تستقر؟ ليش الشعب السوري جعان؟ ليش بيجوعوا الناس؟ يعني هذا بقول لك في كراهيه لنا بسبب انه طيب حبهم وغرضهم اسرائيل. يعني بعد ما دقيقتين، برايك هل سيتشدد الموقف اللبناني الرسمي يعني عبر رئيس الحكومه ووزير الخارجيه تماهيا مع ما اعلنه السيد نصر الله بخصوص 17/01 والشروط اللي وضعها المجتمع الغربي؟ يا سيدتي، حقيقه الان في وحده حال لبنانيه حقيقه. يعني السيد ميقاتي اللي هو رئيس الوزراء حقيقه قال احنا يعني مع شعبنا في قطاع غزة، ولن يصير هناك اتفاقات أو تخطيط أو شيء إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة. وأنا أقول شكرا له، شكرا للحكومة اللبنانية، شكرا للشعب اللبناني. كمان نصر الله، سيد نصر الله في خطابه الأخير قال بالحرف الواحد، ما بنوقف إنه إحنا إلا ما توقف يعني بغزة هجومنا على إسرائيل
وعلى الجليل إلا بعد ما تتوقف الحرب في غزة، وهذا موقف حقيقة رجولي وموقف أخلاقي لا يمكن ننساه إحنا كفلسطينيين وكعرب وك يعني للبنان ولقادة لبنان سواء في المقاومة أو في الحكومة في وحدة حال. كمان شفنا لأول مرة اللي هو حركة أمل تشارك بقوة مع حزب رسمياً الله في صح رسميا لا هذا ما شفناه يعني ما شفناه من 20 سنة أو أكثر. يعني هذا وفي الآن لبنان موحد، ونتمنى على كل القوى اللبنانية أنه الآن يعني تنسى خلافاتها وخلينا نستفيد من وحدة الحال هاي، من الاتفاق هاي، من التضامن هاي اللبناني، يكون عندنا انتصار أكبر طبعا عشان يصير عندنا انتصارات. بكلمة سريعة دكتور، شو بتتوقع يكون سقف خطاب السيد نصر الله بكرة؟ يعني أنا في تقدير السيد نصر الله حقيقة أنا بتابع كل خطاباته، والله إنه في قمة الانضباط وقمة المسؤولية، يعني كان حريص على لبنان وزعل كثيرين لما قال لا إحنا بننطلق في سياساتنا من اللي هو الموضوعية اللبنانية، من المصلحة اللبنانية، إحنا كمان ملتزمين بمصلحة لبنان واستقرار لبنان وأمن لبنان، هذا حكى السيد نصر الله. وما إن شاء الله خير. ما يعني ما جر لبنان لحرب، إسرائيل اللي بدها تجر لبنان لحرب الآن. شكرا لك، شرفتنا. بحلقات مقبلة إن شاء الله بيكون عنا لقاء معك دكتور عبد الباري عطوان، مدير تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية. أهلا وسهلا فيك من جديد. بس طلب فضل. صغير، أنا رئيس تحرير مش مدير تحرير. رئيس تحرير ما تلخصنا عافيك. مدير عام، شو رأيك؟ أحسن شوي يعني. أهلا وسهلا فيك، ما تلخصنا. رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية الدكتور عبد الباري عطوان، شرفتنا وإلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا الأحسن متابعتنا، إلى اللقاء دائما بحلقات جديدة من نبض بيروت.